الترند العالمي فيه في الحقيقه عدد كبير جدا من الاخبار، وتحديدا فيما يتعلق ببطوله دوري ابطال اوروبا، وكمان فيما يتعلق بافضل لاعب في الدوري الانجليزي اللي تم حسمه لصالح طبعا كيفن دي بروين، نجم خط وسط فريق مانشستر سيتي ومن احسن اللعيبه في العالم في الحقيقه، يعني لاعب مهم جدا. فبالتالي خلينا نشوف الترند العالمي بيقول ايه. الحساب الرسمي للدوري الانجليزي على تويتر يعلن كيفن دي بروين فوزه بجائزه لاعب الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز 2019-2020. في الجول على تويتر نشر صوره لستيرلينج وعلق: ليس بعد الهدف الثالث في هذه اللحظه ودع مانشستر سيتي دوري الابطال، قصدهم بعد الهدف اللي ضيعه ستيرلينج. معايا عاجل دلوقتي، عاجل دلوقتي الجهاز الفني النادي الاهلي، قولوا لي يا جماعه في ايه. مهم قوي الخبر ده. طيب، الجهاز الفني للنادي الاهلي بيشكر شريف اكرامي وبيستبعده نهائيا لنهايه الموسم. خبر مهم جدا وعاجل في هذه اللحظات، وقرار هام جدا في الحقيقه من الجهاز الفني للنادي الاهلي بعد تصريحات شريف اكرامي الغير موفقه، وسواء في تصريحاته او في توقيت التصريحات دي، فبالتالي نتج عنها طبعا ايه استبعاده من، سيبوني اتكلم بعد اذنكم، استبعاده على طول من قائمه الفريق لنهايه الموسم. قرار موفق جدا في الحقيقه من الجهاز الفني للنادي الاهلي. تاني يا جماعه يا ريت توروني الخبر قدامي دلوقتي على الشاشه. عاجل الجهاز الفني للنادي الاهلي يستبعد شريف اكرامي ويشكره على الفتره اللي قضاها في النادي الاهلي ويستبعده لنهايه الموسم، وده امر مهم وخبر عاجل جدا. وتاني حيد على حضراتكم ده بعد ايه؟ بعد ما ان الناس اتفاجئت ان كابتن فريق النادي الاهلي بيتكلم بالاسلوب اللي هو اتكلم بيه امبارح، وفي الحقيقه ده امر غير مطلوب وغير موفق اطلاقا، وحاجه بصراحه غريبه جدا جدا جدا. واحنا اتكلمنا في الجزئيه دي تحديدا مع بدايه الحلقه، واتكلمنا وفصلنا مع حضراتكم التويتات اللي كتبها شريف اكرامي على حسابه الرسمي على تويتر، وحطينا النقط على الحروف وقلنا كل الحقائق. والواحد بصراحه بقى مستغرب، يعني من الاخر كده انا بقيت مستغرب تصرفات غير مسؤوله من واحد احنا دايما كنا بنشيد وبنقول عليه ان هو ايه العقل اللي هو فيه ده، وايه الرزانه اللي هو فيها دي. اي رزانه؟ رزانه ايه يا راجل؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ علاقتي باللاعب علاقه طيبه، لكن لما يبقى الموضوع عند النادي الاهلي، لا يا جماعه، يعني نقطه من اول السطر، لما الموضوع يكون عند النادي الاهلي وعند عدم تحمل المسؤوليه الواضحه جدا جدا على واحد من المفترض ان هو عنده ما يكفي من الخبرات، عنده ما يكفي من حب للنادي الاهلي، عنده ما يكفي من تاريخ مع النادي الاهلي، فان انت تلاقيه بيعمل كده، نفسي الاقي سبب. هل هو حب ان انت تكون متواجد او بتقحم نفسك في شيء ما؟ حب ان انت لازم ترد على الناس؟ الناس بتتكلم، الناس ليهم راي، عندهم احساس وعندهم ذكاء، والكلمه دي اللي انا اتكلمت فيها مع بدايه الحلقه في الحقيقه. اديهم حريتهم يتكلموا، اديهم حريتهم يستنتجوا. عايز ترد ما عنديش مشكله انك ترد، لكن اختار التوقيت المناسب للرد. شوف ايه اللي ينفع، ايه اللي في مصلحه النادي، اللي اداني كتير، اللي استفدت منه كتير على مدار سنوات عديده، واعمله. ايه الصلاح بتاعهم واعمله. فانا تاني هعيد على حضراتكم الخبر، وهو خبر عاجل: النادي الاهلي يقرر استبعاد شريف اكرامي لنهايه الموسم وخروجه من قائمه الفريق. يعني بكده شريف اكرامي مش موجود مع النادي الاهلي خلاص، لان عقده خلص، والنادي الاهلي كان رغبته واضحه في عدم التجديد للاعب. فبالتالي ده كان امر متوقع. ليه متوقع؟ لانه بعد تصريحات اللاعب امبارح بديهي جدا ان ده يبقى قرار النادي الاهلي، واحنا عارفين الاهلي في الحاجات دي ما بيهزرش. واحد زائد واحد يساوي اثنين على طول. انا ما قصرتش معاك في حاجه، انت هتيجي تقصر، شكرا ليك. والمواقف كتير، ويبقى النادي الاهلي دائما وابدا في مسيرته، ايا كان مين مشي، مين اعتزل، مين خان، مين عمل، بص الاهلي بيفضل موجود على طول. الاهلي بيحافظ على فريق، بيبقى ده هدفه.
هدفه كان انه حافظ على اللاعبين، لكن اللاعبين مش محافظه عليا، مش عايزيني، خلاص شكرا. مش بتاثر. المواقف كتير جدا واسماء كبيره جدا مشي بامكانيات كبيره، بامكانيات رائعه، بمستويات ممكن تكون خدت وقت عشان تعوضها، لكن بيكسب الاهلي بطوله، بيكسب الاهلي بمباريات، بيفرح جمهوره، وهيفضل يفرح جمهوره، وهيفضل يكسب البطولات، لان اسم النادي الاهلي وحده يكفي. سياسه النادي الاهلي اللي معروف عنها النادي على مدار مختلف مجالس الادارات، السيستم اللي موجود هو اللي بينجح. هو موضوع سيستم، موضوع اداره، انت ازاي بتدير ملفاتك، ازاي بتقدر ان انت تحقق اهدافك رغم العقبات والصعوبات اللي بتواجهها. طبيعي جدا انت في مشوارك، في اي حاجه، في شغلتك انت كواحد بتتابعنا دلوقتي، ايا كانت مهنتك ايه، ما بتقابلش ازمات، ما بتقابلش مشاكل، بتقابل، لكن عقليتك هي اللي بتوديك للنجاح اللي انت منتظره. فعقليه النادي الاهلي كده، النادي الاهلي بيفكر في مستقبل فريق، عنده ليميت وحدود معينه بيشتغل فيها عشان مصلحه فريق ككل، مش عشان مصلحه لاعب. وفي الحقيقه حاجات صادمه كتير جدا الواحد بيتفاجئ بيها اخرها بصراحه شيف اكرامي. فعشان كده قبل ما اختم على حضراتكم هكرر الخبر للمره الاخيره، وهو خبر عاجل، النادي الاهلي يقرر استبعاد شريف اكرامي من قائمه الفريق وانهاء مشواره مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، واللاعب الان غير موجود على قوه النادي الاهلي لان عقده انتهى. ده كان خبر عاجل وده خبر ترند بنختم بيه حلقه الترند النهارده. بكره حلقه جديده ان شاء الله هنتكلم فيها في كواليس كتير قوي، اهمها كواليس ما قبل مباراه الاهلي واسوان، لان ده الاهم واللي هنزق فيه الفتره الجايه عشان مصلحه نادينا اللي المفروض ابنائه يكونوا عارفين مصلحته كويس جدا. استنونا في حلقه بكره من ترند. سلام.